غشيتهم الرحمة. هذه المجالس الله تبارك وتعالى ينزل على أهلها رحماته، فينبغي أن نتلقى هذه الرحمة بقلوب معترفة. بحال داك اللاقيت اللي كيستقبل لك السينيال، تحاول تستعد، ماشي سان قاعد مجلس يديك ما على بالوش، لا تستعد تستقبل. راه باش تهبط الطياره خص تكون الكودرون ومن الحجر والشوك ما تهبط فيه الطياره، تبدل تمشي لمطار اخر. حاول ينبغي ان ينشرح صدرك والا تتبرم من مجالس الذكر، والا حاول تجاهد نفسك توصل لواحد المرحله يكون الغذاء ديالك هو مجالس الذكر. غريب اهل الباطل كيف يتلددون في مجالسهم ويتمنون لو طالت المجالس. وصافي دغيا مجالس الخمر ومجالس الفساد ومجالس اللهو يجلس الناس فيها بالساعات، مجالس الذكر ربع ساعة ثلث ساعة كل شيء كيجي النعاس ويجي. ها هذا كله من أثر الذنوب ومن أثر المعاصي ومن الغفلة عن حقيقة الدنيا، وأن هذه المجالس هي جنتها وأعظم ما فيها. لأن الله تبارك وتعالى في الحديث الصحيح الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا زد ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. سبحان الله، كل ما شغلك عن الله وعن العلم والتعلم فهو ملعون. ما كاين والو مسرات يخدموا باش ياكلوا باش يعبدوا باش يتقربوا الله، ماشي ياكلوا باش ينعسوا ويعاودوا ياكلوا وينعسوا. لا، العمل المال القوت هادشي كله غير وسائل تعينك لتعبد الله. إلا ما كاينش العبادة داكشي كله لا معنى له، والو ما كاين شيء تما، جمع اللي بغيت تجمع والو ما كتخربق. الإنسان يقتات ليأكل ليتقوى على عبادة الله، ماشي إنسان ما تيعبدش الله، ما يصلي ما يصوم ما يركع ما يجي جمعة ما يجي عيد ما يتصدق ما يصل رحيم ما يمشي مع جنازة، كيفاش ما عندها تخربيق هذا.